البحث العلمي كمفهوم بمعنى البحث، يعني اكتشاف مناطق من المعرفة جديدة ومحاولة إضاءة هذه الجوانب، للأسف الشديد في مجال الدراسات الإسلامية يعني أمر ما مش لا يرحب به كثيرا. يعني طبعا السفر كان زي ما قال نصر الحل الوحيد لإنقاذ الباحث. مكة الدراسات الإسلامية أو كعبة الدراسات الإسلامية في العالم هي جامعة ميسر. نصر أبو زيد بقى أيقونة على حرية التعبير وحرية التفكير في العالم العربي. نصر حامد أبو زيد يشكل محطة فكرية معاصرة للفكر العربي والإسلامي معا. فكرة السفر واستحالة البقاء في مصر اتولدت لما راح الكلية علشان يناقش رسالة الدكتوراه، وشاف الأمن والبوابات الإلكترونية وكل ده. طيب يدرس إزاي؟ فهنا بقى في الشخص الإنسان وفي الباحث. الأهم من إنقاذ الباحث، لأن طول ما هو قاعد في مصر ما كانش هينفع يشتغل، كان الوقت بيهدر في مهاترات على صفحات الجرايد ودوت، مش شغل بحث علمي. فأنا كان عندي منحة صيفية في إسبانيا، وبعد كده صديق الأستاذ زين العابدين فؤاد كان على اتصال ببعض الناس في هولندا. أدركت نصر المشروع الأساسي وهو البحث، طرح السؤال المعرفي على الدين، عشان هو كان بيتكلم دائما الفكر الديني واقع بين إرادتين، إرادة الأيمنة اللي بتمثلها الدولة ومثلها الأزهر ومثلها العلماء أو رجال الدين أو علماء الدين، وإرادة الحقيقة وهو ما يمثلها المفكرين المستنيرين المستقلين الذين يريدون أن يقرأوا التراث قراءة عقلانية لمعرفة ليه ساد هذا النمط من التفكير على حياتنا الثقافية. كنا في الخارجية فطلبوا نصف البيت، فابتهال ردت وقالت له زي الأول أمها فلانة أو الدكتور نصر أيوة، قلهم دي الخارجية الهولندية. طيب عايزين إيه؟ أو لا ده فلان زين العابدين فؤاد هتكلم معكم. كلمت نصر وقلت له على الصيغة وقلت له إيه رأيك؟ فقال لي أنت بتهزر. قلت لهم أنا بتكلم جد. قال لي ديت مكة الدراسات الإسلامية أو كعبة الدراسات الإسلامية في العالم هي جامعة ميسر. لما راح ليدن طواعية في أول محاضرة، أول ما بدأ المحاضرة قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنتوا فاكرين إن أنا جاي ضد الإسلام أو حد من خارج الفكر الإسلامي بتعبيره أنا آسف إن أمر غلط، أنا ابن هذا الدين وابن هذا الفكر. على أساس سنة انتظاراً لحكم محكمة النقد. لما حكم محكمة النقد كان زي محكمة الاستئناف، طبعاً برضو كان في مشكلة إن احنا نرجع. فاستمر بقى 7 سنين في جامعة ليدن، ثم انتقل إلى جامعة أوتريخت لحد ما طلع المعاش. دكتور نصر استخدم يعني مجرد ذريعة علشان من ناحية تيارات معينة كان بتشغل مساحة معينة في المجتمع تؤكد سلطتها وتؤكد أنه هي الوحيدة المنوط بها تحديد كيف يتحدث الناس عن الدين أو كيف يتعامل الناس مع التراث الديني، وفي نفس الوقت كانت السلطة وقتها سمحة لهذه التيارات بالتواجد، وبالتالي لم تقم في رأيي بالدور المفروض تقوم به وهو يعني حماية السلام الاجتماعي. أنا سافرت كندا ورجعت على هولندا، ونصر وصل هولندا وجه استناني في المطار، فده مشهد يعني نصر طليقا في هولندا. نصر في هولندا في عبارة أكيد ممكن تكون الدكتورة ابتهام فكراها، أن أنا كنت بقوله أنت مش عايش في هولندا يا نصر،
انت ساكن في هولندا. ناصر حامد ابو زيد عمل الى نقد المؤسسه الفقهيه وبيان حاله الانسدادات التي وصلت اليها، عمد الى تفنيد الادعاءات الايديولوجيه والتغليفات الايديولوجيه التي تسطح النص وتجعلنا نتعامل مع النص الديني بطريقه انتقائيه وبطريقه فوضويه واحيانا بطريقه غوغائيه. فعمد ايضا الى نقد هذا الخطاب والى بيان يعني ثغراته وتناقضاته وازماته، ولعل هذا المنحى اثار عليه غضب بعض الجهات الذين كادوه. الناس ما بتحبش تستخدم كلمه أتباع المذهب الحنبلي، لكن في الواقع هم متخذين موقف بتاع المذهب الحنبلي اللي هو يعني موقف له احترامه وله مكانه، لكن ليس هو الموقف الديني الوحيد المشروع. يعني هو موقف شديد المحافظة وشديد الصرامة، ولكن يعني لا يلغي مواقف أخرى في لمذاهب أخرى أو لاتجاهات أخرى. المشكلة الحقيقية كانت أنه يعني استخدم الدكتور نصر كذريعة لإثبات الوجود. طلب منه أنه يكتب شهادة يبرئ فيها نفسه ويقول أنه مسلم، أو يشهد أمام القاضي يقول أنا مسلم وكذا فقال لهم لا مش هعمل ده، أنا لو عملت ده بكرس ما يمكن تسميته محاكمة تفتيش في عصر ما حدش يقبل محاكم تفتيش. يعني حتى المواقف التي اتخذت ضد حامد نصر حامد أبو زيد في فترة من الفترات لم تكن على أساس علمي، على أساس معرفي، على أساس منهجي، على أساس نقد، يعني قراءة ونقد. يعني ما في مانع للنقد، الإنسان يختلف معاه، لكن أن تقرأ نصوص نصر حامد أبو زيد ليستنتج أنه ارتد عن الإسلام وأنه خرج عن الملة، هذا كلام خطير في غاية الخطورة. يعني هذا يقمع التفكير. نصر حامد أبو زيد ظلم ظلما شديدا كبيرا، وكل الذين يعني ساهموا في إصدار هذا الحكم كائنا من يكن هو شريك في هذه الجريمة، لأن نصر حامد أبو زيد يستحق أن يمدح لأنه لم يقدم إيديولوجيا كما ذكرت. شاركت مع عديد من المثقفين في الدفاع عن نصر حامد أبو زيد عندما تعرض للموقف من الأزهر والإسلاميين، ليس فقط في مصر، وإنما شاركت يعني ذهبت إلى هولندا أكثر من مرة والتقيت به عندما كان يدرس هناك، ثم عندما جاء إلى لبنان أكثر من مرة، وكان كلما كان يأتي إلى لبنان كان يأتي إلى هنا إلى هذا البيت لنلتقي معه ومع آخرين من المثقفين الذين كانوا يقدرونه. أهم حاجة يجب أن نذكرها أن لنا ولا نصر اعتبرنا نفسنا ضحايا، ده مهم علشان ما نقعش في فخ البكاء على الذات. يعني إحنا مش ضحايا، اللي حصل ده وارد يحصل أي حد في مصر، وبالتالي عندما ندافع لن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن مجتمع أو بلد يعني بنحلم بيها أو جامعة بنحلم بيها. أنا مش أحسن من القدماء، لكن أنا محظوظ أكثر من القدماء. يعني أنا جئت متأخرا فأنا أقف على أكتاف القدماء، يعني لولا هؤلاء القدماء ما كنتش أنا أقدر أشوف أبعد. أدرك نصر حامد أبو زيد أن الطريقة التي يتداول بها النص الديني أو يفهم أو يؤول أو تستنبط منه الأحكام قد وصل إلى طريق مسدود، مضافا إلى المناخات الإيديولوجية التي هيمنت على طريقة تداول النص، يعني خاصة الشعارات الإيديولوجية الفارغة من المعنى، الإسلام دين ودولة، الإسلام هو الحل، يعني عبارات عامة مبهمة لكن لا تحمل أي مضمون معرفي أو فكري. نصر حامد أبو زيد أراد أن يقول أنه بالإمكان استحضار هذا النص، لكن استحضاره بفاعلية، يعني يستطيع هذا النص أن يكون حاضرا في حياتنا، لكن علينا أيضا نحن أن نكون حاضرين في قراءة النص وفهم النص.
دكتور نصر كان يعني مقاتل، ما كانش يقبل ان هو مثلا يقول طب خلاص انا هعتذر مثلا عن بعض ارائي المكتوبه، لانه كان شايف وهو محق في هذا انه هو ما بيقولش حاجه غلط، هو بيعبر عن راي ورايه يخالف التيارات اليمينيه شديده المحافظه او التيارات اليمينيه المتطرفه اللي بتستخدم لغه دينيه. فشايف انه يعني ليه هم يفرضوا رايهم عليا ويفرضوا عليا ان انا اسكت او اتكلم. انا دارس كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه جامعه الازهر في الفتره ما بين 2007 وحتى 2011. ما دفع بي لا تزال هو النقاشات اللي كانت سايدة في المجتمع في الوقت ده، وهي نقاشات سياسية بالأساس. نصر أبو زيد لما عثرته على كتاباته في الفترة دي فهمت أنه في بديل عن العلمانية كمفهوم سياسي واجتماعي مباشر، وما بين التراث بكل طياراته. طبعا لما سافرنا كان في اتنين بيسجلوا معاه، طبعا دول عملوا مناحة لانه يعني اظن انهم الاتنين وقفوا الدكتوراه. منهم شاب مسيحي في قسم اللغة العربية بيعمل معاه دكتوراه. طبعا بعد ما المفروض لما الاستاذ بيسافر الاشراف بينتقل الى اساتذه اخرين في القسم، ما فيش ولا استاذ ردي. فهو الولد ده سافر أمريكا أظن أو كندا بعد كده. بس اللي مش يعني أنا كنت باجي مصر بقى، وقعد مدة ما يجيش مصر. لحد دلوقتي في وجوه جديدة في قسم عربي أنا ما أعرفهاش، يجوا يسلموا عليا ويقولوا لي إحنا تلامذة الدكتور نصر. وأذكر شباب قابلتهم في بعض المؤتمرات بيقولوا إحنا تلامذة الدكتور نصر برغم إنه عمره ما درس لنا. فدي مهمة. هو طبعا حس بنوع من التعويض ان في برنامج الدراسات الماجستير للدراسات الاسلامية في جامعة لايدن الناطق باللغة الانجليزية كان معظم الطلبة اندونيسيين واتراك ومغاربة اللي هم الثلاث جاليات المسلمة في هناك، فده عوضه شوية انه برضو بيدرس لطلبة مسلمة. يعني كانوا الهولنديين الخواجات اقلية، يعني البرنامج ده كان معمول باللغة الانجليزية وكان التعاون مع اندونيسيا اكتر. ولما راح اندونيسيا لقى كتبه موجوده وبتدرس، فده اداله يعني امل. اوكي خلاص، يعني انا فقدت 10 تلاميذ في القاهره لكن بقى عندي في دول اسلاميه اخرى. نصر ابو زيد ضمن مجموعه من المفكرين بيبتدوا من طه حسين، وحتى هو كان بيتم التعامل معهم بعداء داخل الازهر، لكن كان من الصعب على اي حد بيسعى للتفكير ولو بشكل مستقل نسبياً إنه يتجاهل طيار كامل هو الطيار العلماني اللي ترسخ في الثقافة المصرية على مدى قرن ونصف، وتقول أنا هكتفي بالدراسة الأزهرية وبالشروح وبالعنعنات يعني. فكان من الصعب على الأزهر أنه يسيطر علينا في الفترة دي. هل النصوص الدينية بما هي نصوص مقدسة بما بحكم أنها من مصدر مقدس، هل هي يعني لا يمكن فهمها بمناهجنا الإنسانية؟ هل تحتاج إلى منهج خاص، يعني وحي آخر؟ يعني هل نحتاج لكي نفهم الوحي إلى وحي آخر لنفهم الوحي؟ أم أن هذا خطاب وإن كان من مصدر إلهي ولكنه خطاب للبشر وخطاب موجه للبشر ومطلوب من البشر أن يفهموه طبقا للغة وطبقا لقدرتهم على هذا الفهم؟ دراسات جادة في تجرى على تأثيرات مفكرين وعلى أفكارهم في الـ الـ الواقع، لكن حول مشهد بسيط جدا لعلي مبروك أيضا وهو تلميذ الأسير لنصر. علي مبروك في رأيي أهم درس تعلمه من نصر وأهم حاجة عملها ذلك المشهد النادر والرائع في ميدان التحرير، لما كان بيقعد على الرصيف يعلم المتظاهرين البسطاء يعني ايه فلسفه، يعني ايه سؤال فلسفه، يعني ايه اسال عن الوجود، يعني ايه اسال عن الواقع، يعني ايه دايما
أبقى رافع السؤال مش متلقي الإجابات. يشكل مرحلة مهمة في مراحل تطور الفكر العربي، وأنا من الجيل اللي تأثر بهذا الفكر، وكان يعني أحد مصادر يعني تفكيري ومرجعيات تفكيري في مرحلة من مراحل نموي الثقافي والفكري كانت شخصية ناصر حامد أبو زيد، لأنه سعى يعني يقدم منهجية علمية في الفهم، هو يجعلنا بدل أن نكون نتلقى الأمور بسلبية نتلقاها بإيجابية، أن نكون فاعلين، أن نكون منتجين، أن نحرك النشاط الفكري لدينا بدل أن نكون سلبيين. طبعاً كتب نصر اللي يقراها بعمق يعرف كويس قوي إنه هو من المعارضة، باين قوي يعني، هو مش مسألة من المعارضة يعني المحلية، هو ضد أي قهر، حتى في العلم هو كان بينادي بالديمقراطية، يعني خلافه مع بعض أساتذته إن العلم يبقى للخاصة، لا العلم لازم ينزل للعامة، وإن حد بيقول له في حاجات ما تتقالش للناس، في حاجات تفضل ما بين العلماء، قال له لا يعني، طب ويفضل الشعب جاهل يعني. بس طبعا مش هنسى ان بعض الشباب في ميدان التحرير في ثوره 25 يناير اعادوا اكتشاف نصر وقروا كتبه، هنا بقى مش عشان السلطه الدينيه بس. اذكر ان في حد بعت لي من قريه جنب سوهاج بيقول لك احنا بنسهر في الليالي بقى عندنا في القريه نناقش كتب الدكتور نصر. يحزنني هو عندما جاءني في طريقه الى اندونيسيا ليخبرني عن مشروع كان يراه من أهم ما ارتبط بفكره الأساسي أو بمشروعه الأساسي، المشروع التنويري اللي كان عنوانه في أحد كتبه التفكير في زمن التكفير، وهو من روائع، ويصدر لي كتاب أخيرا استشهدت بنص من هذا الكتاب تحت هذا العنوان. مش عايزه اقول لك ان في ناس من السعوديه بتبعت لي بتقول انها قاريه كتب نصر. لاول مره في التاريخ حد عمل ماجستير عن نصر في جامعه سعوديه من كام سنه، سبحان الله وميزت. وطبعا كتابات الدكتور نصر يعني تعز الاسلام، مش يعني تبخس الاسلام قدره، وده بنلاقيه بشده في الدراسات المكتوبه باللغه الانجليزيه عن الدكتور نصر. الدراسات المكتوبه باللغه الانجليزيه عن الدكتور نصر عادة هي دراسات بتستشف قد ايه هو بيقدم صورة مشرقة للإسلام، وقد ايه هو بيقدم رؤية روحانية تحترم الإسلام وتحترم عقيدته. فوجئت 19 انه حد بيتصل بيا وبيقول لي ان في قناة تلفزيونية هتستضيفني الساعة 9 بعد 10 دقايق عشان أتكلم في نشرة الأخبار. فسألته هتكلم عن إيه؟ فقال لي أظن هتتكلم عن شعورك في وفاة نصر أبو زيد. طبعا أنا اعتذرت عن الكلام، يعني كان مش ممكن. نزلت ميدان التحرير مش صورة شعرية، أنا شفت نصر في الميدان، وأنا قلت كده في قصيدة وكده، أنا شفت نصر في الميدان، ودي ما هياش صورة شعرية، وإنه الميدان ده هو يعني عمل تراكمي لناس كتير ساهموا في معركة التنوير في مصر بأشكال مختلفة، وأكيد كان منهم نصر أبو زيد. لحد ما مات نصر لم يقل مرة واحدة أنه يدعو إلى إلغاء القرآن، ولم يقل مرة واحدة أن القرآن نص بشري. يعني لما أتكلم على أن القرآن أو الخطاب اللي طالع من القرآن خطاب ثقافي بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة، لم ينكر مرة واحدة قدسية القرآن.
كان دايما نصر يقول لازم نبتدي نشتغل من دلوقتي عشان ننقذ مصر كمان 50 سنة. الهدف الشباب بكرة مش شخص، يعني كان دايما يقول مش لازم، احنا بنزرع البذرة مش لازم نشوف الشجر، نموت مش مشكلة بس الشجر يطرح. فالمسألة طبعا انصاف له اوكي، بس مش انصاف له كشخص، انصاف للمدرسة التي يمثلها. لو استقبلت من عمري ما استدبرت، لو انا دلوقتي يعني لو انا املك اعيد النظر في اللي حصل، اعتقد ان انا كنت هعمل نفس الاختيار.